انت قبل صدفه؟ لا. لا ولا خلصيني. مش انت ولعه؟ انا ولعه، وطفيني لو عايزه. بيتك يا فرح. احلى مس. امسك، خد فلوسك اهي. لا لا، خدي. انت مستعجله ليه كده؟ ايه التوتر ده؟ لا، الحاجات دي تتاخد بالراحه، واحده واحده على نفسك. خلي بالك عشان دي مستورده، يعني جامده. لا حس كده بقى، انا محتاجه افهم. وهو ده بقى بيتشرب ولا بيتحقن ولا بيتشم؟ لا، انت المره الجايه اجيب لك كتالوج التعليمات. يا نهار اسود، في ايه يا ابني؟ ما ترد عليا وانا بكلمك كده، انا مش بسالك سؤال دلوقتي. استني يا علي، هات لي البنت. لا لا لا، والله العظيم، والله طبعا، انا لو حلفت لك على الميه تجمد ان انا جايباه علاج مش هتصدقني، صح؟ فاتفضل حضرتك وانا هاجي معاك على البوكس. الحاجه دي بتاعتك؟ اكتب حضرتك مسكني متلبسه، يعني الانكار لا يفيد. معاكي بطاقه بقى؟ طبعا معايا بطاقه، انا عمري مشيت من غير بطاقه. لا انا ملتزمه جدا على فكره، وبعدين انا لسه مجدده البطاقه، مجددها لان الصوره ما كانتش حلوه الحقيقه. مش عارفه انتوا بتجيبوا مين يصور، لازم تحلوا المشكله دي لان بقت مشكله عامه. وايه الموبايلات اللي في الشنطه دي؟ دي موبايلاتي. وريهاني بس كده بعد اذنك. والله العظيم موبايلاتي حضرتك يا فندم، دي الموبايلات بتاعتي. موبايلاتك بقى ولا سرقاها يا بت؟ لا والله العظيم بتاعتي. لا من فضلك، من فضلك بلاش غلط. حضرتك بص على البطاقه وانت تعرف انت بتكلم مين. بكلم مين يعني؟ سرقاها قال. انت مدرسه؟ معلمه. هما بيكتبوها مدرسه عشان ما تتقريش معلمه، بس هي معلمه. لا والله. كريم. امر ممدوح باشا. خد بقى الاستاذه المعلمه اللي المفروض تبقى معلمه على البوكس، عرفها الفرق. لا والله العظيم. يلا استني تعالي لي هنا الاول، هات الشنطه دي وريني فيها ايه. لا لا لا، ما فيهاش حاجه. الشنطه دي كلها حضرتك يا فندم، دي شنطتي والله العظيم. يلا كريم. طب ممكن اخد الشنطه؟ يلا. كل شويه الشنطه بقى تتاخد، وقعدوا بقى يبصوا لي فيها ويفتشوا لي فيها. كلم اهلي ازاي دلوقتي؟ هو عادي ان انا اركب البوكس كده وهو مليان رجاله؟ ده بالنسبه لك عادي؟ بالنسبه لي عادي. لا طالما عندي انا هركب. اوكي اتفضل حضرتك، انا عايزه اقعد هنا بعد اذنك.